المحاضرة الماضية شرحنا فكرة أو الفيجن تبع السيمانتيك ويب. في المحاضرة هاي بنشرح فكرة أو مشكلة أو حل اللي له علاقة في لينك داتا. ولينك داتا زي ما بنعرف لينك هاو تو لينك داتا. هلا بنشوف شو تلك السلايدز والمحاضرة على هذا الموقع. قبل ما أبلش وأعرض بنصحكم تروحوا على هذا اليوتيوب. It's very interesting. لو عندي إنترنت هون كان ورجيتكم. حدا عامل أنيميشن حلو بجنن. يوروبيان هذا يعني مشروع أوروبي. عاملين بس أنيميشن وبشرح لك فكرة اللينك أوبن داتا. زي ما حكينا قبل إنه فكرة سيمانتيك ويب إنه the goal of semantic web is to create universal medium for the exchange of data. طبعاً over the internet. The semantic web is a web of data in some ways like global database. ماشي؟ طبعاً هذا الكلام للرجل البريطاني اللي اسمه تيم برنارزلي. طيب. الفكرة إنه أنت يعني هون هلا بدنا نعالج مشكلة إنه how to interlink data. كيف إنه على الويب سايت تبعي أو في الداتا سيت تبعتي أو في الموقع تبعي في الدوكيومنت تبعتي أنا أعمل لينك مع غير. يعني أقول وشو الفريم ويرك إذا بدك كمان مرة شو الفريم ويرك اللي ممكن نتفق عليه إنه لما نيجي نكتب للداتا ونوسمها يعني نعمل annotation كيف ممكن إن النتيجة تكون إنه أنت بتعمل لينك عليه وأنا بعمل لينك عليه. يعني هذا شو كمان مرة نتذكر بس للتذكير إنه الكلاسيكال ويب إنه في عنا داتابيس. على فكرة في داتابيس مثلاً موقع جامعة كبير زير أو هذا الموقع بس من دات من جاي من داتابيس وهذا الموقع دات جاي من داتابيس هذا الموقع جاي من هاي الداتابيس والإنتر لينكس الهايبر لينكس جاي جين هذا ال HTML بيجز وكانت سيرت انجنز والبراوزرز تو يعني تكرول وكونسيوم وهاي الداتا. هلا زي ما حكينا قبل التشالنج انه هاو تو ريتريف ذيس داتا هاو تو انترلينك يعني مينينجفولي بروجرامز كانت يوز ذيس انفورميشن لانها ان ستراكشر. حكينا بعدها عن الماشرز قلنا انه كل داتا بيس بطلنا نتعامل يعني وكأن بطلنا نتعامل في فكرة الماشرز كنا كان في داتا بيس وكان كنا نتعامل مع اي بي اي فوق الداتا بيس ما كنا يعني لو بدك تستعمل اي بي اي تبع يوتيوب انت ما بتستعمل الويب سايت تبع يوتيوب مزبوط مش ويب سايت هو زي فلتر يعني لا 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 مش ويب سايت ولا فلتر هو عبارة عن شباك مفتوح لك على الداتا بيس مباشرة مش عبر الويب بيج عليها كلها لا 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 مش شرط كلها مش كنا شباك يعني مش باب شباك يعني مفتوح لك طول شغله لا اللي بيسمحوا لك فيه بغضنا في بعض بعض الناس بيسمح لك كل شيء في بعض الناس بيسمح لك كل شيء حسب ولكن اللي بقوله انه ما كان يعني فكره هون الفكره انه في داتابيس في فوقها HTML صح وانك والسيرت انجن ما عم يتعامل مع HTML تبعك فكرة الـ API هي أصلاً مش مشبوكة على الويب بيج نفسها الـ API ما بأخذ من الويب بيج بأخذ من داتابيس فكأنه رديف للويب بيجز عشان الناس تشفط الداتا تستعملها وتعملها ماش تهرسها وتعمل منها أشياء وحكينا عن المشاكل والتشالنجز اللي كانت تواجه الماشرز إنه الـ API إلها إنترفيس معين تسمح لك في كل شيء تسمح لكيش في كل شيء بس على كل حال أكبر مشكلة في الماشرب شو هي الانتجريشن الداتا أنا عندي هون بيت لحم أو كلمة فلسطين وهناك عندي كلمة فلسطين بس هل نحكي عن نفس الاشي أو عندي هذا الشخص وهذا الشخص هل هم عن جد نفس الشخص من from two different databases هلا وين نحكي عن أشخاص، نحكي عن شركات، نحكي عن كتب، نحكي عن publications، أفلام، موسيقى، تلفزيون، وبروجرامز، نحكي عن كل هاي نسميها entities. فلما أنا بدي أشبك وبدي أعمل لينك، بدي الداتابيس الأولى
مع الداتا بيس الثانية في بكلبة كنا معلومات عن انتيتيز زي هاي الأشياء. فإحنا بدنا نشبك إنه هاي الإشي هو نفسه هاي الإشي. مزبوط؟ طيب تقرأوا التفاصيل. المهم إنه أنا كل ما هنالك إنه الفيجن تبع اللينك داتا إنه لو عندي داتا بيس وفي عندي فوقها ار دي اف. هلا ار دي اف يعني فايل بأشرع فايل، هو مش فايل بأشرع فايل، وانه في انتيتي هون، في انستانس هون بيأشر على انستانس ثاني هون، قد يكون نفسه. يعني قد اقول انه هون مصطفى بيشتغل او بيشتغل في جامعه بير زيت هون، وهون بعدين هون بير زيت موجوده في فلسطين. فانا بدي اشبك اقول اه بير زيت اللي هون هي نفس اللي هون. اذا قلت هيك وكانه ايش؟ اكتملت الصوره. او من هون اقول مصطفى بيشتغل في المكان، في هذا المكان، هذا المكان في عنه معلومات كذا كذا وهلم جرى. فانا داخل ال داخل الداتا هاي انا بدي اجي واعمل لينكس بين الانتيتيز. هلا في اربع اشياء لازم نعرفها عشان او رولز او برينسيبلز، اربع مبادئ هي اللي بتمكن هاي اللينكس انها تصير. تعرفوا انتوا انه معظم اللينكس بتاشر على ايش؟ يعني في موقع الجامعه صح؟ طب في موقع الكورس؟ اه انه تكلم على كليك بجيب لك ديسكريبشن. طب في موقع للكليه؟ طيب في موقع للاشخاص؟ طب وكانه في معظم الاشياء اللي على الانترنت هي عمليا ديسكريبشن اباوت سمثينج صح؟ متفقين؟ هاي واحد. اثنين احنا بنستعمل HTTP يعني URIs. So these things can be referred to and looked up. يعني انا مثلا بدل ما تقول مصطفى جراد قول www.jarrad.info. بدل ما تقول بير زيت في المشروع اللي اخذتوه شو كلكم سويتوا؟ عملتوا http://www.beerz.edu. ها؟ فكل الاشياء لها مواقع، وهي المواقع اللي بقولوا انها ايدنتيفايرز. اقول لك دائما بقول مجازا جلوبال برايمري كي صح؟ او اتس برايمري كي في الجلوب، في الجلوب كله. هلا اذا بتستعمل الداتا يعني بروفايد يوزفل انفورميشن اباوت ثينكس وين ات از يو ار اي از، يعني اللي بدي اقوله هون انه حاول لكل في كل مكان او في كل موقع عن شغلي انك تحط الداتا عن هاي الشغله، توصف تحكي الداتا تبعت. هلا include links to other related things، انه لما تقول www.beerz.edu تيجي تقول بالعنوان تقول الادرس فلسطين. فلسطين برضو استعمل لينك تبعها اليو ار اي تبعها اذا في موقع بيعبر عنها. تتذكروا لما عملتوا الار دي اف صرت اقول لكم انا وقتها قلت لكم دوروا على كل الشغلة دوروا لها ايدنتيفاي. عمليا وكاني انا بكيت استعمل البريزيدنس هنا. يعني تعرفوا انه اني وان كان ببلش داتا تو ذا ويب اوف لينكد داتا، يعني اي واحد بهي الطريقه، يعني اللي بدنا اياه. يعني تخشوا الموضوع انه في شيء جديد هون، يعني انا بجوز هاي الاشياء شايفينها تريفيال لاني انا ركزت عليها. وانتم بتساووا مشروع الار دي اف انه ايش؟ انكم تكونوا اصلا مطبقين هاي الرولز. ها يعني لما تيجي تختار اسم الكورس روح شوف كذا، لما تيجي فصار الجراف. ها على اي حال هاي الامور بتقراوها لحالكم. اللي بقوله هون انه خليني اعمل هون سلايد اوكي وبرجع لك. هلا عشان انا في موقع وفي موقع ثاني، انا بكتب وبعمل مرات يو ار ايز، بستعمل يو ار ايز. انا بستعمل دائما انه الويكيبيديا بحطها ك
او مش هيك، من كل جامعه ميزات تحط على الموقع تبعها يو ار ايز للكورسات، صح؟ هلا في كمان يو ار ايز ثاني موجوده بجامعه النجاح للكورسات. ممكن انا شو اجي اقول في بير زيت احطه انه او هذا الكورس هون هو نفسه هذا الكورس هون، صح؟ لو كل واحد عمل باختصار هي فكره الاوبن داتا، لو كل واحد عمل لينك مع حدا ثاني تخيل شبكنا الانترنت كلها صارت جراف واحد. يعني مثلا انا في الموقع تبعي عندي مثلا vbpedia.org/resource-betlehem، هذا اليو ار اي في الويكيبيديا تبع بيت لحم. في موقع ثاني في gnames.org هاي اليو ار اي تبع بيت لحم. فانا شو بقول؟ تيجي الويكيبيديا شو بتقول؟ هاي سيم از ات، بشرط الويكيبيديا او انت او gnames حدا بالاخر بده يجي يقول هاي الشغله هون هي نفسها هاي الشغله هون، هذا الشخص هون هو نفسه هذا الشخص هون. كل واحد يعمل هيك. هل في حدا عمل هيك؟ شايفين هاي شيء؟ هاي دي بي بي، هاي مثلا امازون، هاي جوجل سكولر، هاي 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 اوبس. كل هذول عباره كل واحد منهم is a huge data set. ها؟ كل واحد منهم huge data set. وكل واحد شبك مع الثاني، يعني كل واحد عمل شبك مع الثاني. قديش جمعوا هذول؟ جمعوا لحد الان او لحد 2011 39 مليار تريبل. يعني الناس شبكت مع بعض. يعني بلزم انه نضلنا نشبك مع بعض. ها؟ هاي بدي اسميها البيج داتا. في البيج داتا على فكره في البيج داتا لما تيجي للمواضيع هاي هلا احنا بنناقش في الويب، الويب ما بنحكيش على بيج داتا لانها اوفر بيج اوريدي، بس مشاكل في البيج داتا انه بيلزم في داتا سيت وداتا سيت بيلزم نعمل اللينكس بين الداتا سيتس اللي عندنا. ف وهي نفس الفكره يعني لوكال. ف داتا ايتمز ار لينكد كروس داتا سيتس، يعني مثلا فلسطين ان دي بي ميديا اللينك تبعها انا بحكيش سترينج انا اللينك تبعها از ذا سيم از ذا سيم فلسطين مثلا نياغو ان فليكر ان يوتيوب ان في اذر داتا سيتس زي ما ورجيتكم اياها هون، بس نحط السيم از. ملاحظين هلا هذا المشروع؟ هل في حدا وراء هذا الموضوع؟ بس هذا ما هذا مش ستاندرد، هو مش ستاندرد وما حدش بيدفع للثاني، بس اتس ا كوميونتي. يعني هذا العمل اللي عمل اتس ا كوميونتي، الكوميونتي عملته. يعني الشركات هيك كل واحد قرر انه او بزبط مزبوط بزبط الانترنت بتاع كل واحد يساوي هيك، فكل واحد صار يعني صارت ترند. ف اتس ا جروس روت كوميونتي ايفورت تو ببلش فيريس اوبن داتا از ار دي اف اون ذا ويب اند باي يوزينج ار دي اف لينكس بتوين داتا ايتمز. طيب بس أرجيكم مثال انه مثلا عندنا بيت لحم، هاي اللي تبعها في موقع، هاي اللي تبعها في موقع ثاني، هاي هذا لينك وهذا لينك. فانا بس بدي اقول انه هاي يعني شو يعني هاي سيم از؟ يعني انه نفس الانستنس. واضح؟ فهمتوا هلا هاي الرسمه؟ هلا بجوز صارت اوضح انه هذا هاي في هذه الداتا في هاي الار دي اف دوكيومنت انا باشر على دوكيومنت ثاني بقول هاي سيم از هاي ولا. فصار انا عندي صار عندي داتا ماشرز بتصير اسهل، صح؟ الماشرز بتصير اسهل. سيرش انجنز بتصير تعرف انه او صح في عندك بيرزيت دوت اديو و دبليو دبليو دوت بيرزيت دوت بي اديو و دبليو دبليو دوت بيرزيت دوت بي اس، كل هذول واحد بيجي بيقول هاي سيم از هاي سيم از هاي سيم از هاي. جوجل هلا بصير يتعامل جوا بدل ما اعمل لهم اندكس لك اكثر من
تايب بيعمل اندكس لنفس الشيء. في حدا عنده سؤال؟ في حدا عنده سؤال؟ في حدا عنده سؤال؟ اي نقدر نسوي هيك؟ انتم بشروعكم شو سويتوا؟ عملتوا قلنا لكم هذيك المره كل واحد عمل ار دي اف عن اخذ مارك شيت في المشروع، كل واحد عمل ار دي اف لكشف كشفين علامات صح بالار دي اف. هلا المره الماضيه اتفقنا انه كل واحد يعمل لينك مع اثنين صح، مع واحد كل واحد يعمل لينك مع واحد. بعدين شو نسوي؟ بدي تحطوا كل الداتا مع بعض وحتشوفوا انه صار جراف واحد مزبوط، صارت جراف واحد الداتا. شفتوا كيف الانترنت رايح؟ بكينا محاضره في هذا الكورس اللي هي عن ار دي اف محاضره جايه. لا لحظه في سؤال بس كومنت. هلا حاليا بتوجهوا اتجاه انه يعملوا اوتوميشن للسيميلاريتي هاي. هلا صار طلع تيرم اساس انه الويب دوكيومنت اوكي. هلا احنا بنحكي هاي سي ام اس هاي حاليا انه اوكي. هلا سؤالك حلو، انا بدي احط سؤالك بطريقه ثانيه. هل بنقدر هل بنقدر نعمل برنامج اللي يكتشف السي ام اس؟ ايش يعني؟ يعني نروح على الداتا بيس معين عند حدا وانه اوتوماتيكلي يكتشف انه هاي النقطه، انه هاي الانتيتي هي نفسها هاي الانتيتي. لو في زي هيك كان زمان. لا هلا امبلا في كنت معظم الاشياء صارت اوتوماتيك. هلا الاوتوماتيك هذا بيطلع تقريبا مرات 90%. على فكره هذا بيعملوه في الداتا بيس تاعت شيء زي هيك بنسميه انتيتي ريزوليوشن. على فكره هذا الموضوع انتيتي ريزوليوشن بيعملوه في الداتا بيس تاعت الحكومه مثلا، انه في داتا بيس مثلا انا عندي جوازات سفر ما فيش عندي الاي دي كارد، في وعندي داتا بيس ثانيه فيها مستعمل الاي دي كارد، وكيف بدي اربطهم؟ يكون الاسم الرباعي نفسه، تاريخ الميلاد نفسه، بقدر اربط؟ بجوز 99%. فانت بدك تصير تحط كرايتيريا، انت بدك تعمل برنامج لكل كيس عشان تكون قديش السيميلاريتي. وحسب هلا في حالات اذا كان مثلا شيء مهم كثير لا بتقدرش، لازم 100% هو. بس في بعض الابلكيشنز حسابات البنوك مثلا ما بقدرش حسابات البنوك بقدرش، بس في ابلكيشن ثانيه 70% بجوز يكفي. فالموضوع هذا قابل للاوتوميشن. يعطيكم العافيه.